جهز نفسك عشان مش هيقدر ياكلهم. ما هو مش هيقدر، بس حتى لو ما قدرش برضه انت هتخش في الاربعه. وصل الفيديو ده 50,000 لايك عشان تعرفوه ان احنا ابطال. حتى لو ما قدرش تخش في الاربعه وتخلصهم في وقت قياسي، تحدي فيه حماس وتحدي قوي. خلي بالك انت عارفني اكسب باذن الله. بصوا يا ابطال، اللحظه اللي انا بستناها هي دي، هي دي. الشطه سودا، الشطه سودا، بقي ولع. طب شقفه بقى، شقفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة يومات محمود وسحر. والنهاردة فيديو او سلسلة او بداية سلسلة جامدة جدا 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 ضد اخواتي، ضد حوارات، وهنشوف مين اللي هيكمل فيها ومين الاقوى. الاهم من ده كله، ما تنساش تشير في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل تحدياتنا وكل فلوجاتنا وكل مقالبنا وكل حاجة بنعملها توصلك. السلسلة دي عبارة عن ايه؟ تحدي هدوم وكولي، بس مش كيس ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. السلسله دي يا جماعه هتبقى على كميه رهيبه، فشجعونا عشان احنا بنعمل حاجات اللي بتمسككم بلايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس. انا بدات مع محمد سلسله وهي يا تكمل يا تجيب ورا، سلسله يا تكمل يا تجيب ورا. هبدا ان شاء الله النهارده تحدي مع ضد محمد وهو معايا في الفيديو عشان يعرف انا عملت ايه وهو ورا الكاميرا وحسن ورا الكاميرا، وهيجولنا دلوقتي عشان ايه. بصوا بقى دلوقتي محمود لو قدر ياكل الثلاثه دول انا هخش في اربعه، ولو علق عليا. لا بس في حاجه، في حاجه، الفيديو ده وصلوا له 50,000 لايك محمد يخش في الاربعه، موافق؟ موافق. ويوصل لو عملت الاربعه ووصلوا له 50,000 لايك هخش انا في خمسه. موافق. وسلسله ماشيه لحد ما كل لحد ما حد فينا بس ايه؟ بس اللي مش اللي هيقف ليه عقاب. اه طبعا، اللي هيقول انا جبت ورا، ما هي السلسله يا تكمل يا تجيب ورا. اللي يجي في الفيديو بتاعه ما يكملش يقول انا جبت ورا، يبقى كده التاني يعاقبه في فيديو منفصل. موافق؟ موافق. انا هبدا بثلاثه عشان ده طبعا الاكس تونز عارفين ان هو اشد حراره في العالم، مش سهل، تمام. ولو السلسله دي عجبتكم ووصلت الفيديو ده 50,000 لايك هنكمل في حاجات اضعاف، ممكن نجيب ضرب اربعه. ما تتخيلوش احنا ممكن نعمل ايه. هتقدر على الثلاثه؟ لو شجعونا هنعمل كل حاجه. جاهزين يا ابطال؟ طبعا شجعونا بلايك واشتراك في القناه. هنشغل بقى الكاتل بتاعنا الجميل عشان نعمل اندومي في البوله الجميله. وحسن طبعا كافي يخش في التحدي، تعرفين حسن برضو ايه كيوت. مش عشان حاجه بس محمد اسرع مني فانا عايز اكسب، ولو هو لما يكسب في الاربعه قصادك انا هخش بعد منه بخمسه. لا لا، الموضوع كده كبر والموضوع بقى ايه زاد عن حده جامد. بس اهم حاجه دلوقتي انت تقدر تاكل الثلاثه عشان انت مش هتقدر تاكل. هنشوف الفيديو قدامنا ودلوقتي هنبتدي التحدي وهنشوف. كله يكتب في التعليقات محمود بطل وهيكمل ومش هيجيب ورا. تعليقاتنا كلنا محمود بطل مش وهيكمل ومش هيجيب ورا. يلا بينا نسخن الكاتل. انا اهو ونجي لكم تاني. انا اهو وانت اهو والاندومي اهو. قشط عليك. وفي كرتونه جوه وفي كرتونه جايه في السكه واحنا مكملين في السلسله، بس شجعونا يا ابطال. يلا بينا نسخن المايك. طبعا بدانا يا ابطال، التحدي بتاعنا بدا. شجعوني 50,000 لايك عشان محمد لو زود عليا ازود عليه عشان اعرف ان السلسله عجبتكم. ليه كنتوا على جنب بقى كده؟ نجيب بنوتنا الجميله. الابطال راحوا فين؟ مش سامع لكم صوت. لما مجهز التليفون اهو عشان اتصل لك بالاسعاف. لا قول يا رب. نبدا اول واحد. عن اذنك اديني الشطه. ليه؟ هجمعها لك معايا، هنحطها مع بعض عشان ما يكونش في خامه. انا هحطها لمحمود وهحطها لمحمد برضه. ماشي، انت حكم؟ اه ماشي يا حكم. ده الثاني اهو، امسك يا باشا. كفايه في اثنين، خليك في كيسين بس. كيسين ايه؟ كيسين عشان ثلاثه كتير. ثلاثه ايه؟ ثلاثه كتير يا باشا. انا معاك لحد 24. مش هتقدر، هتتعب. خليها هتتعب لان ده اكس 2 صعب. خليها على الله ونعم بالله. هو اللي حكم على نفسه، بس محمد قدها وهيقدر ياكل الاربعه وفي وقت قياسي كمان. خليها على الله. كيس اهو كده، دول الثلاث اكياس. اه يا باشا كده ثلاث اكياس شطه اهم وثلاث اكياس التوابل. هو ده مسافه ما نحط عليه الميه هيهبط البول اصلا. احنا بنحاول نسويها يا جماعه عشان خاطر ايه. ماشي، حط الميه. يلا حط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا بابا، عشان كميه كبيره. بس يا بابا، المفروض بقى دلوقتي ان احنا هنستنى لحد ما الاندومي يشرب الميه ويتسخن، بعد كده نكمل. لا، بعد كده هنفضي الاندومي في البوله الثانيه عشان ما يبقاش فيه ميه زي ما تحب. المهم ان احنا هنحط الثلاث اكياس الشطه وثلاث اكياس التوابل وخش بالتحدي وريني هتعمل ايه. ماشي، المهم ان انت تاكله. استنوني. بيتهيألي زمانه سخن. استنى يا عم. ماشي ماشي، بس لسه شويه برضه. احنا بنقلبه بس سنه كده. تاخد شويه ميه كمان؟ ايه؟ تاخد شويه ميه كمان؟ لا كده حلو قوي عشان ما يبقاش معجن. زي ما تحب. لا جربت ان شاء الله تاكله حتى وهو ناشف. ريحته جنان. حط يا باشا وطعمه هيكون اجنبي. ماشي، طبعا احنا جهزنا بوله ثانيه اهي عشان نحط فيها ايه؟ عليها الكميه فين؟ يطلع الاندومي من هنا لهنا عشان يبقى من غير ميه. جهزنا يا
جهز نفسك عشان مش هيقدر ياكلهم. ما هو مش هيقدر، بس حتى لو ما قدرش برضه انت هتخش في الاربعه. وصور الفيديو ده 50,000 لايك عشان تعرفوهم ان احنا ابطال. حتى لو ما قدرش تخش في الاربعه وتخلصهم في وقت قياسي يا باشا، انا هنزل اجيبه اهوت وهخش في الاربعه. ماشي، وهات اندومي بزياره كمان. ماشي، ما الكرتونه جوه، كرتونه نديله من الكرتون، بس هو ورينا نفسه. ماشي، المهم ان انت تدخل في الاربعه وتخلصه حتى لو ما خلصت الثلاثه. حوارات ما بيهزروش، صح كده؟ صح، عشان ما يبقاش فيه ولا نقطة مية. ماشي، واحنا هنعمل كده برضه زي ما انا عملت تعمل، يعني لو في فكان فتفوت عادي يعني. ماشي، على ما انت فاضي دول هفضلك الشط. لا لا، استنى يا بابا، اجيب مقص الاول. استنى يا بابا، الشطة دي لعبتي، ده دي اللحظة اللي انا بستناها. بص يا محمد، فاضل بقى ايه؟ فتفين بسيطة، انا مسامحك فيها. ماشي، عشان ما ايه ما نطولش الفيديو. اه، فتافيت بسيطه. امسك كده قصري. لا استنى بقى، اهدى عليا. ماشي، اهدى عليا. ماشي، اهدى عليا. دي اللحظه الايه اللي انا بستناها كده كده. دي التوابل، لو مش عايز تحطها براحتك. لا بتتحط عليا وعليك، او عليا وعليك كده يا حبيبنا. ايه التوابل؟ خلاويص. استاذنك بقى ايه، استنى بقى، استنى بقى قصري، هنفتح. لا لا استنى، اصل انا بستنى اللحظه دي من فيديو لفيديو. عشان تفتحها بسنانك تدوق طعم الشط. تحدي فيها بس، تحدي قوي، خلي بالك. انت عارفني اكسب باذن الله. بصوا يا ابطال، اللحظه اللي انا بستناها هي دي، هي دي. الشطه سودا، الشطه سودا. بق ولع، قولوا لنا تتوقعوا مين اللي يكسب. بق ولع، انا عايز اشوف توقعاتكم على الفيديو دوت. عايز اخش التعليقات واشوف محمد ماليه التعليقات. بصوا، خايف الحس لصباعي، ما انا هاكل ازاي؟ استاذنك بقى ايه؟ اطلع لي بقى من الكادر كده وسيبنا السفره بالبوله الحلوه دي. طبعا احنا مجهزين زبادي، كل العوامل المساعده معاه وبساعده فيها. ما انت هتساعد محمد برضه. وهساعد محمد، انا اللي هكون واقف مع ده ولا ضد ده. معاك لبنه، كل حاجه تمام، معاك زبادك، معاك زبادياتك. طبعا الايه، التحدي ده مش على وقت، التحدي ده على الكميه، اللي يزود على التاني. بس انا ما اعتقدش محمد يقدر، وما اعتقدش انا كمان اقدر. انت تقدر تزود عليا؟ ربنا يستر. الريحه احلى حاجه في الاندومي الكوري، ريحته حلوه، هتتجوع. بس مش اي حد يقدر يجرب ده، يعني لو انت ما بتحبش الشطه بلاش تجربه لانه صعب جدا، ولو بتحبها برضو بلاش. بس على فكره يا اسطى، في مويه عندك. لا مش مشكله، زي ما هو طلع. انا طلعت بشوه. ماشي، نبدا مع حسن. يلا انزل بقى بالموسيقى الحزينه. ماشي، نقول 1 2. انا ممكن اقعد براحتك، ممكن اقعد اول. بس اي اللي اتخبطت، اللي نسي يحط لايك يحط اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا التحدي. عاش، الله، اجيب لك مناديل. شكله هيعملها ولا ايه؟ ده في الاول كده بس. انا مش عايز حاجه تعطلك، عشان زي ما هعمل مع محمد بعمل معاك. مناديل اهي. مش هينفع الكلام ده، مش هينفع الكلام ده، صعب. بق الكهرب، هقدر ولا مش هقدر يا حاج؟ هتقدر. مش هتقدر. وين ايدين؟ انا مش عارف دي حرقيه سخونيه ولا حرقيه شطه. الاثنين يعني. ممكن اقول ان انت منسحب؟ جيش محمود وصح، لازم ابقى قد التحدي. التحدي صعب، انا حاسس بيه، حاسس بيه لان انا تحديت في الكوري ده قبل كده. معلش يا حبيبي، معلش يا بابا، هفرجك على التحدي. ممكن تطلعوا من الكادر بقى لو سمحت. سيبه، انا هفرجك على التحديات، هفرجك على التحديات دلوقتي يا حسن.
عارف المشكله في ايه؟ ان انت طلعت بقك من الطبق. لا المشكله لما بدات السلسله كنت عامل حسابي على اتش 1 كميه، لكن اتش 2 مع كميه بس مش مشكله. احب اقول لكم ان انا منسحب للاسف. ان انا منسحب لان محمود عوّل جيشه معودهم على اني ما منسحبش. عاوز تكسب؟ حط كل الذكريات والعقبات اللي قابلتك في حياتك دلوقتي وبترسها، حسسهم ان انت هتاخد حقك من جديد. وكل اعتبر دي قدامك فريسه وهتاكلها. اكتبوا لي في التعليقات يا حسن بطل لماضه والكلام سهل، خش في التحدي. هو الزبادي بيبرد احسن من اللبن. ازود عليك تحدي كمان؟ لا خلصهم في وقت اقل من اللي هو بيخلص فيه. ما تنساش ان انا هما كلهم قبل ما بيخسروا بيقولوا كده، ما تنساش ان انا عواطفي رؤيفه. ده الزبادي بيزود الحمايه، مش هاكل زبادي. موت دول كام؟ 9. اه انا بتهيألي كلت كيسين. محمد مش هيقدر. ولو محمد هيقدر او مش هيقدر، انت تستنى التحدي بتاعه وهم هيستنوا الفيديو بتاعه لما هينزل على قناه حوارات وهتشوفوا بنفسكم. انا واثق من محمد، انا ما وافقش لمحمد انه يدخل في تحدي الا لما اكون واثق منه. انا عارف ان محمد هياكل الاربعه في وقت اقل من كده. انا مش واثق على فكره، مش هقول الكلام ده. بطل انا عايزك كده تبقى جامد. اعتبرك منسحب؟ لا انتظروا التحدي على حوارات. استنوا التحدي هتشوفوا محمد هيعمل ايه. اربع حكايات. صدقني ما هتقدر. ده انا من كتر الافوار عمال اطلع في المناديل مش عارف ليه. هم الكوريين اشطر مننا ولا ايه؟ هفرجك على محمد. بياكل قطط وكلاب مش هياكل شطه. يا حوده. طب سقفه بقى، سقفه ونقول يا رب. تعالوا لي يلا احنا مستنيينك اهو، والله مستنيين اهو. يلا غمض عينك، اعمل كانك مش حاسس حاجه. منه وحشوكنه بموضوع صعب. موضوع صعب بجد. جواك قوة. عنده واحد عنده قوة روحية. لما يكون عنده إرادة تطلع. ايه؟ تفضل واقفة كتير؟ المفروض تخش جوه. ما تفضليش واقفة كده. بسم الله. ايه؟ لا ده هزة الرمال دي ايه؟ منسحب يعني؟ انا بحس ان هي بتزود العضلات. ارفع البوله كده، اركن الشوكه على جنب وادلق. كلام سهل، لما تشوفوه هتعرفوا. والله العظيم والله العظيم لو انا مكانه دلوقتي لارفع البوله دي واركن الشوكه على جنب. كلام سهل. طب انا بتحداك وبتحدى اي قناه على اليوتيوب من غير فيك، عشان فيك كتير، انه ياكل كميه قد اللي محمد هياكلها لو محمد كلها. يلا حوده.
هما تلات معاد بالظبط. تلات معالج، انا عارف انت طولت بس الموضوع صعب. واحد اتنين تلاتة. معلقة ده تحتاج اكتر من شوكة في اللي فاضي. يعني من الاخر كده ما تسيبش حاجة تحت. عاش. لا بطل بطل صحيح، خد وقت طويل لكن بطل برضه ان هو خلص. اما لما خلص انا رفعنا بقى. هو عدى وقت قد ايه في الفيديو؟ عدى وقت قد ايه؟ تقريبا 3 دقايق. في قد ايه؟ تقريبا حوالي 6 ثواني. حلو عليه. ماشي انا هعتبر ان دول كده ان هو خلص، ومحمد هيبقى كذلك برضه. كان بيموت من شويه. لا حقاني ما هنخلص التلاتة دول عليك الاربعة دول عليك. بس لو شاطر زود عليا، بس لو ما زودتش عليها هتتعاقب. دول على محمد هيدخل في اربع اكياس اكس تو. احنا هنلغي العقاب. لا لا ثواني العقاب شغال. لا ثواني قال ايه في الاول الفيديو؟ خليكم معانا كده ومركزين ومصحصحين، يا تكمل يا تجيب ورا. ما انا هقول لك كل كيس ب 1000 جنيه. ماشي بس كده فيها عقاب. كل كيس ب 1000 جنيه. يعني انا ما اقدرش اكل الخمسه ادفع 5000 جنيه. بس ماشي. هو ما اقدرش ياكل الاربعه يدفع 4000 جنيه. استنوا الفيديو بتاع محمد. ماشي سلام. استنوا الفيديو بتاعه.